في الفترة الأخيرة أعلنت نقابة الكتاب في هوليوود عن إضراب عالمي، حيث قام أكثر من 10,000 كاتب بالإضراب بسبب رغبتهم بزيادة أجورهم بعد انخفاضها. وهذه هي ليست أول مرة يقوم بها الكتاب بإضراب مماثل، حيث في العام 2007 قام الكتاب بإضراب واستمر لمدة 22 أسبوع، وتم تأجيل أعمال كثيرة في وقتها مثل مسلسل هاوس ومسلسل لوست. وفي وقتها انهار اقتصاد صناعة إنتاج المحتوى، وخسرت الكثير من الشبكات والاستوديوهات، وقدرت خسارتهم في وقتها بأكثر من 500 مليون دولار. وفي نهاية هذا الإضراب تمت زيادة أجور الكتاب. في الوقت الحالي يريدون الكتاب تكرار ما حدث في العام 2007، حيث قام الآلاف من المتظاهرين والمتعاطفين بشن حملات على الشركات بسبب حجم أرباحهم العالية مقارنة بأجور الكتاب القليل. وكل ما يريدونه فقط هو صفقة عادلة توازي حجم أتعابهم في كتابة المحتوى، وهي أبسط حقوقهم حسب تعبيرهم. وهذه الإضرابات لم تتم فجأة، حيث في 6 أسابيع ماضية كانت هنالك مفاوضات مستمرة بين الكتاب وشركات الإنتاج بقصد عقد صفقة عادلة، ولكن لم تكن هنالك استجابة سريعة من هذه الشركات لحل أزمة الكتاب في وقت سريع. وهذه الشركات هي وارنر براذرز وأمازون وسوني ونتفليكس وديزني وأبل. هل سيكون لهذا الإضراب تبعات علينا كمشاهدين؟ الجواب هو بالتأكيد نعم، حيث حاليا بعض البرامج أوقفت حلقاتها ولم تبثها في وقتها. وفي حال استمرار هذا الإضراب لعدة أشهر سيؤدي إلى توقف استوديوهات وشبكات وتأجيل عرض بعض الحلقات التلفازية وتأخير موعد صدور بعض الأفلام. في النهاية، هل ترون أن الكتاب محقين بمطالبتهم بزيادة أجورهم، وأن الشركات تقوم بتحقيق أرباح عالية إزاء إعطاء الكتاب القليل من الأجور نتيجة عملهم وتعبهم في كتابة المحتوى؟